سلم المسيح دائما معكم مشاهدينا. برسالته الأولى بيطلب القديس بطرس من المؤتمنين على كنيسة الرب أن يرعوا رعية الله التي في عنايتهم ويحرسوها طوعا لا جبرا كما يريد الله، لا رغبة في مكسب خسيس بل بحماسة. بحلقة اليوم من الراعي والرعية رح نستضيف راعي عمل بكلام القديس بطرس حتى لما بيظهر راعي الرعاة يسوع المسيح ينال إكليل المجد. منرحب بالمطران إدغار ماضي راعي أبرشية البرازيل للموارنة. سيدنا أهلا وسهلا فيك. شكرا، أهلا وسهلا فيك. شهدت بالبرازيل زيارتين مهمين جدا، زيارة للبابا فرانسيس بتموز وزيارة للبترك الراعي بأيار. شو كانت أهمية هالزيارتين على الجالية اللبنانية بالبرازيل؟ أول شيء بحب هاي بالبداية بحيي من تيلي لوميير نور سات كل المشاهدين، منقول سلم المسيح. أبرشية البرازيل كلهم بيقولوا بعيدة، بلد بعيد، أبرشية بعيدة، لغة جديدة، كل شيء مختلف عن المألوف يلي منعرفه. منشين هيك زيارة قبطة البطريارك مار بشارة بطرس الراعي لأبرشيتنا كان إلى وقع كتير سليم وكتير بمطرحه، لأنه قبل منه قبطة البطريارك سفير زار البرازيل بسنة 1997، كانت زيارة اليتيم الوحيدة يلي زاروا فيها البرازيل. هلأ بتركنا كمان بسنة 2013 بأيار، بواحد ل 15 أيار كان عم بيزور أبرشيتنا بالبرازيل. وقع هالزيارة أكيد وقع إيجابي، لأنه ابتدأ التحضير للزيارة من زمان قبل بكتير من مجيئه بأيار. إلنا سنة وسنتين عم نحضر هالزيارة وهاللقاء مع قبطة البطريرك. التحضير الأول كان أكيد من خلال البشر، نحضر الناس تيرجعوا يتعودوا يجوا على كنيسهم، يجوا على أبرشيتهم، يعتبروا أنه الكنيسة المارونية هي رعيتهم، ويعتبروا أنه هني كموارنة مسؤولين كمان مع المطران والكهنة عن هالأبرشية. من هيك صار في شوية وعي وصار في أكثر حضور من الناس بالرعاية المارونية بالبرازيل. كما أنه مع تحضير البشر كنا عم نحضر الحجر بسان باولو مطرح انوجدت الكاتدرائية، كاتدرائية سيدة لبنان. كمان صار في تحضير بالحجر، صار في نهضة انه نرجع نقوم بتجهيز الكنيسة بصورة لبنانية. من هيك كتار صار في لجنة لجنة الوقف بالكاتدرائية بالكنيسة، وقرروا انه يعملوا نوع من يرجعوا يجددوا الكاتدرائية. من هيك حبوا انه يكون في حضور لبنان بسان باولو من خلال الكاتدرائية. اللي عملنا المخطط الداخلي كيف بدها تكون هالكاتدرائية هو رسام من لبنان توني فرح، نشكره على كل جهوده. يلي هو كمان عمل الرسومات، رسم كل الرسومات داخل الكاتدرائية. كما انه الحجر لبسه الكنيسة كلها من جوا حجر من لبنان. منشان هيك بقول انه صار فيها التحضير. البشر والحجر. يعني في عنا البشر لبنانية ومتحضرين موجودين بالأبرشية، وفي عنا الحجر كمان هالكاتدرائية يلي صارت محطة لا اللبنانية ولا البرازيلية عن وجود لبنان بسان باولو. هيدا أول كاتدرائية للكنيسة المارونية اللبنانية ببرازيل؟ هالكاتدرائية إيه هي الأولى للموارنة إلى 50 سنة.
معمرة من 50 سنة، مش كثير يعني للهجرة اللي موجودة بالبرازيل. عندنا مثلا بريو دي جانيرو كمينة المرسلين اللبنانيين عندهم كنيسة سيدة لبنان كمينة من شي 80 سنة إلى هنيك موجودة. كما أنه في الرهبين اللبنانية للموارني البلدية نسميهم كمان عندهم رعية كنيسة مارشاربيل كمان متواجدين هنيك من سيدنا شو الثمار يلي أطفى أو أطفت الجالية اللبنانية تحديدا بالبرازيل من جراء هالزيارتين؟ نحن أول شيء نتشكر خبطة البطريرك لهاللفتة الحلوة لأمريكا اللاتينية كلها، أمريكا الجنوبية ومن ضمنها البرازيل. يعني زيارته كانت زيارة مميزة، بلشت الزيارة بالأرجنتين مطرح اللي كان في لقاء للأسئ في المسؤولين عن الانتشار. كل سنتين عنا لقاء الأسئ في أسئفة الانتشار بنسميهم، وغبطة البطريرك كان حاضر بهاللقاء بالأرجنتين. من الأرجنتين توجه إلى الأوروغواي كمين عمل لهم زيارة هناك، ومن الأوروغواي إجى على البرازيل. بالبرازيل بلشت زيارته بمنطقة اسمها بورتو أليغري، هناك عندنا رعية مارونية سيدة لبنان، وهناك ربنا أكرمنا وأعطينا نعمة من خلال زيارة غبطته لهالمنطقة إنه هو وعم بزور الرعية. كمان أخذني في بيت لبناني هونيكي للعجزة، مؤسس من لبنانيات إجوا من لبنان من زمان وعمروا هالبيت، كبروا هالستات، بس شيفوا غبطة البطريرك قالوا ليش نحنا ما منسلم هالبيت للكنيسة ومنطلب من البطرك إنه يجيب راهبات من لبنان لحتى يستلموا هالبيت. من هيك هيدي من ثمار حضور البطريرك، لأنه من 7 سنين لورا كنت أقول لهم وبعدين يقولوا الله بيدبر، بس إجا البطرك الله دبر إنه طلبوا إنه الكنيسة المارونية تهتم بهالبيت ونجيب راهبات، والله دبر إنه كمينة راهبات الإربين من لبنان أخذوا قرار يفتحوا رسالة بالبرازيل وراح يروحوا على البرازيل. يعني يمكن بس ينعرض هاللقاء هالبرنامج نحن أنا وياكي منكون راهبات صاروا بالبرازيل راهبات الأربين. من هيك نشكرون على جهودهم يلي هني رهباني بطريركية، والبطرك بكل إيمان وكل هيك اقتناع وكل حماس هو كمينة بيراكون وشجعون وقال لهم أنه حضورهم وحضور كل الرهبانيات خارج لبنان هو عمل مبارك. ما نضل بلبنان لأنه أغلبية شعبنا صار برا. من هيك هيدي قول من أول ثمار حضور غبطة البطريرك على أرض البرازيل. ثمار الثاني كمينة انتقلنا من بورتو أليغري من بعد جولة بالبرازيل وصلنا على سان باولو. بسان باولو كان أول لقاء كمينة بسان باولو بيصير في مكتب لتيلي لوميير أول مرة. حلو. كمينة صار في عنا لأول مرة بأبرشيتنا بالبرازيل مكتب لتيلي لوميير، مع أنه كتير كانت عم تساعدنا تيلي لوميير من خلال التلفزيون اللي عنا هو بالبرازيل، الأغنية الأنشودة الجديدة بنسميها كانسانوفا، ننقل قديساتنا مرة بالشهر من هنيك من خلال تيلي لوميير على شبكة نورسات تنيس تتواصل معنا من خلال الأعلام. من هيك بقول إنه كمينة سمرت حضور غبطة البطريرك على البرازيل صار عندنا مكتب لتيلي لوميير يلي هو بضم المكتب لكل الكنائس، مش عم نحكي بس مارونيا، بس وجوده أعطى لتيلي لوميير حضور. نعم طبعاً لأنه تيلي لوميير مسكونية يعني منا خاصة بطائفة أو بمذهب أو بفئة معينة. سيدنا تيلي لوميير محضورة بالبرازيل؟ محضورة بالبرازيل إيه لللبنانية طبعاً يلي خلقين هونيكي واللي ما بيفهم العربي للأسف إنه ما كتير أشخاص بيتحمسوا إنه يحضروها يسمعوا ويشاركوا فيها. من هيك اللفتي من تيلي لوميير للاغتراب مش فقط للغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، كمان عندك اغتراب باللغة الإسبانية
كبيرة كتير باللغة البرتغالية البرازيلية كمان هجرة كبيرة نحكي بتسعة مليون لبناني ومتحدر عندنا سوري كمان بالبرازيل 3-4 مليون انه عندنا حضور كبير عربي مسيحي ببلدان امريكا الجنوبية منشان هيك انا بقول لفتة حلوة اذا تلي لوميار ترجع بتفكر انه تجعل من حضورها ليس فقط للعالم العربي اللي هو كتير مهم ولكن كمينة لا المتحضرين ساعات بس للمتحضرين بلغات البلدين اللي هنا موجودين فيها طيب يقدروا يشاركوا وإلا عم نخسرهم كمينة للأشخاص رح ناخد بعين الاعتبار هيدا الملاحظة سيدنا خاصة انه تليلمير كمينة عم بتأسس لنور جديد يعني هو نور الشرق ويعنى بكل هالأمور وبالأشخاص المنتشرين خاصة فرح يكون لهم هالالتفات الله راد على محطة نور الشرق التابعة على تيلي لوميار ايه نتأمل يعني هيدا طلب منا ومن الشبيبة وكل المتحدرين كل اللي عم يخلقوا برات لبنان انه نقدر نتواصل معهم بساعات انه ما ضروري اكيد ما رح يكون 24 بس على القليل يكون في هم ولفتي لإلهم من قبل تيلي لوميار تنوصلهم كلمة الله سيدنا كيف وضع اللبنانية بالبرازيل عامة هل هيك يعني تحديدا مثلا شو المشاكل أو الصعوبات اللي بعانوا منها أكثر شيء هلأ بدي كمل شوي من خلال سؤالك إيه أكيد بعد ما خلصنا بعد في كتير ثمار يعني اليوم كنا ببكركي وعم بيقولوا لي إنه في كتير أشخاص إنه كانوا حابين يعرفوا شو الثمار من خلال زيارة خبطته لأنه في كتير إيجابيات صارت كما أنه في أشخاص صاروا يقولوا أنه طول برا والبطرك أنه حضوره بلبنان مهم ولكن حضوره لقلنا أهم كان من هيك أنه هالثمار كتير مهم نقدر نضوي عليها من هيك بقول أنه كل اللبنانية بوجود البطريرك الماروني بالبرازيل التفح ولي صار في التفات كتير حلوين من كل اللبنانية من كل الطوائف يعني إذا بدي عدد ببورتو أليغري هناك الهجرة قديمة ما حدا بيحكي عربي كلهم جيل تاني جيل تالت كلهم كانوا ملتفين حول شخص وزيارة قبطة البطريرك بعدين بننتقل لولاية تاني ببارانا بشوف الحاكم هناك يلي هو من أصل ماروني من أصل لبناني روبرتو ريشا كمينة بيستقبل غبطه إنه بالنسبة له عم يستقبل لبنان عم يستقبل كنيسة لبنان من خلال شخص البطرك بيعمل له تكريم كتير كبير بيعطيه أعلى وسام الولاية بتقدر تعطيه لشخص كما إنه بيكمل زيارته هونيكي لمنطقة قريبة للحدود الأرجنتين الباراغواي اسمها شلالات إيغواسو هونيك الأكترية سنة وشيعة في مسيحيين ولكن منهم الأكترية الأكترية هي سنة وشيعة عملوا له استقبال بالنسبة لإلهم استقبال الملوك استقبال سيد المسيح جي لعندهم استقبال الفاتح من الشرق لعندهم منشان هيك وقع زيارته لإلهم بعد اليوم تتفاعل بعدهم بيحكوا عنها وكان هاللقاء كتير مميز لإلهم جمع كل اللي ما بينجمعوا مع بعضهم من هيك بقول إنه هالالتفاتي كانت بفضل زيارة خبطة البطريرك للبرازيل قلت كمل على سان باولو بسان باولو شفنا كتير من لقاءات رسمية بعدين بدي أحكي عن لقاءات رسمية واحدة لقاءات رسمية ولقاءات رعوية لكل الطوائف من كل لون إنه من الطوائف المسيحية إن كان الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والطوائف الإسلامية سنة وشيعة ودروز إضافة أكيد إلى الموارني اللي كانوا حوالي وكلهم كلهم كلهم بدون منيزع كلهم بدهم يحضر غبطة البطريرك عنده وبدهم مساحة من وقته ومن زيارته بالمقامات تبعيتهم نعم. فمنشين هيك لفت كتير شو هالسر انه اللبناني بلبنان يعني ما بتقدر تجمعه بينما برا اوين بينجمعوا اللبنانية يعني من هيك بينما بلبنان بضل فيه بتعرفي انه سؤال حلو لانه بقول وكل اللي بيروحوا المسؤولين على البرازيل على الاغتراب من لبنان بضل قلهم ما تغيفوا من المغتربين لانه ننضاف
نطفو. بلبنان بعد في سوسيه سياسي والطائفيه والالوان والمال والمصالح، هودي بس تطلع الى برا بينضف منه اللبناني، من هيك بيجتمعوا. بقول انه مثال لبنان يلي بدنا هو اليوم منه بلبنان، لحوب الاختراب مش بلبنان للاسف. للاسف منشان هيك انا بقول انه صوره لبنان يلي بنعرفها واللي منريدها موجوده بالاغتراب، من هيك ما نفزع من الاغتراب، بالعكس هو بيعطينا والمغتربين هن بيعطونا صوره حقيقيه عن لبنان يلي كلنا بنتمنى انه يكون، هاللقاءات هالتجمعات مع بعض، هل عدم التفرقه، ما عندهم الوان. نعم. بس للاسف انه ما فينا نفرغ لبنان من اللبنانيه لحتى ينضفوا. لا ما بدنا يعني نفرغهم، ينضفوا بلبنان، نبدلهم بدل. نعم. بتحب بعد تضيف شيء؟ ايه اكيد بدي اكمل شوي. نعم. ثمار غبطه البطريرك زيارته الى البرازيل من بعد سان باولو اللي صار فيها كثير كمان من اللقاءات والتحضيرات، بننتقل على ريو، راعى للعاصمة على برازيليا، كمان ببرازيليا صار في عنا رعية كمان بفضل الزيارة. ما كان في رعية قبل يعني؟ المطران المحلي بيفتح لنا البواب، يرجع بيقلنا هالكنيسة وانتو أهلا وسهلا فيكم، بس شايف غبطة البطريرك يلي فيت عقلوب كل الناس، مين ما يلتقى فيه مين ما يسمعه يعشقه. نعم. بقى من هيك برازيليا كمان صار عنا هالالتفات الحلوة، كلهم كانوا مجموعين لاستقباله، لبنانيين وسوريين وبرازيليين كلها سوا. منكمل على ريو، ريو جانيرو كمان هونيكي صار فيه لقاءات كتير حلوة، ولأول مرة كمان في عنا بالبرازيل بيسموه الارشيف ناسيونال، الارشيف الوطني يلي بيجمع كل اسماء كل اللي فاتوا على البرازيل من اول باخرة من سنة 1870 ل 1970، 100 سنة كلهم موجود اسماء جوا بهالارشيف. صار في اتفاقية بفضل زيارة البطرك نحن وياهم مع المؤسسة المارونية للانتشار يلي كمان لأول مرة عملوا مكتب هونيكي، إنه تعطينا الدولة كل أسماء كل اللبنانية يلي فاتوا على البرازيل من أول باخرة دخلت البرازيل إلى اليوم، عم نحكي بتسعة مليون لبناني ومتحدر، يعني هودي كم من اللبنانيين والمتحدرين رح يصير في عنا الإحصاء عن وجودهم ونقدر خليهم يتواصلوا مع بلدهم مع الأصل لبنان. بقى من هيك بقول إنه هالزيارات كلها كان في لها ثمار إيجابية، كما إنه لها اللبنانية اللي هونيك ربطتهم بلبنان، مجد لبنان كلهم يقولوا أعطي له بطرك، هو اللي وصل اللبنانية كلها بلبنان. كما إنه للموارنة رجع أعطيهم حضور أكبر وصار لهم حضور اكبر هالموارني يلي متواجدين بالبرازيل. من هيك مشكلة كانوا معتبرين حالهم يمكن منسيين او مهمشين، هلا هيك رجعوا لقيوا اعتبار او اهميه لهم، انه مسيحة سيد أكبر. كركي جاي يزورهم ويلتفت صوبهم وبفخر نحكي عنه، خاصه بين بقيه الطوائف انه صاروا كمان الموارني مفتخرين ببطراكون. نعم. وهيدوليكي قالوا له نيالكم هيدا بطراكون، هيدا مش بس بطراكون. نعم. هيدا بطراكنا كمان. لو انه بطرك الموارني ولكن هو بطرك لكل اللبنانيين. نعم. وكل العرب. سيدنا يبدو انه زياره كانت مثمره جدا، ويمكن اذا بدنا نفوت بتفاصيل كل الثمار ساعه ما رح تأدينا، ما بعرف بنقدر نكتفي بهالقدر ولا بتحب بعد تضيف شيء حول انا هالفكرة. اكيد مثل ما قلتي انه اكيد بدنا كثير. نعم. لحتى نقشع ثمار زياره غبطه البطريرك. نعم. يعني في ثمار بعد ما بينت هلا، لم نقطفها بعد مزبوط. الان بدها وقت لحتى نتفاعل معه وتبين، وفي ناس ما بدها تشوف
لو القمر مضوى، لو الشمس موجود بتقلك مش موجودة. نعم. منشان هيك انه بضوي، يعني حتى بالبرازيل في منهم هيدول الناس الاكثر هون. انا فكرتهم بلبنان. هون هون هونيك شافوا شافوا هالمجد. بس عم بحكي علي هون انه قلت في امور، في اشخاص حكيوا سلبا عن غياب البطرك. بقى منشان هيك بقول قد ما نحكي وقد ما نضوي لهالاشخاص اللي ما بده يشوفوا، ما بده يشوفوا، واللي بده يشوف من له اذنان سمعتان فليسمع. نعم. لكن خلينا نحكي شوي عن وضع اللبنانيه بالبرازيل عامه، وهيك نفوت بالمشاكل او الصعوبات اللي عم بيعانوها هونيك. رح احكي ندفي بهالموضوع تبعدينا نرجع بعدين بننتقل لزياره قديسه البابا. نعم. اللبنانيه متواجدين بالبرازيل من سنه 1860. في عنا جامعه يابانيه عم تعمل إحصاء بالعالم عن الهجرة اللبنانية بالعالم. يابان مهتمين بهجرتنا، لهم 3 سنين هني بيبعتوا دكاترة بكل العالم وبيقولوا إنه الهجرة اللبنانية الإشياء الأكبر والأكثر هالكم من اللبنانيين ظهروا من سنة 1860 ل 1914. هيدي أول هجرة كبيرة عملوها اللبنانية. هيدا الشيء اللي لفت له نظرهم لليابانيين. الشيء الثاني اللي لفت له نظرهم انه هالهجره الاولى كلها مسيحيه، كانوا مفتكرين انه لبنان وجهه اسلامي، ما عارفين في مسيحيين، ما في مسيحيين بلبنان. بهالدراسه اللي عملوها اكتشفوا انه لبنان مسيحي. مش بس كان الدافع سجلنا لحتى تصير هالقد هجره من المسيحيين بهيدا الحقبه التاريخيه؟ اكيد كان في عنا بال 1860 صار في الثوره بلبنان وقت الاتراك، انه بين الموارنه وبين الدروس. في عنا الحرب العالميه الاولى يلي الناس ماتت من الجوع، بقول لك تلت هاجر، تلت مات والتلت بقي بلبنان. فهودي كلهم دوافع خليته لهال اللبناني يترك لبنان ويروح ينبش على رزقته، على حياة أفضل. ما كان عنده المقومات للعيش خاصة اللي قاعدين بالجبال. من شان هيك منلاقي هجرة بلشت من الجبال، من كل الأطراف تبع لبنان الجبلية. ما عندهم شيء يأكلون. وإجا جراد ميت سبب وسبب. الحقبة الثانية للهجرة الحقبة الثانية هي من بعد الحرب العالمية الثانية، يعني نحكي بال 1945 بلشت كمان الحقبة الثانية للهجرة. وبيقولوا اليابان كمان انه من خلال دراستهم اليوم للهجرة اللبنانية، إضافة إلى الهجرة المسيحية يلي كانت، وإضافة إلى هاللبنانية يلي تركوا وراحوا، بيقولوا إنه راحوا كلهم وتوزعوا على بلدان العالم كلها، ما حدا راح بس على بلد، توزعوا بكل شواطئ العالم كلها. وبكل شواطئ العالم بيقولوا كأنه في شيء مشترك، كلهم اشتغلوا زيت الشغل، كلهم بالتجارة يحملوا على ظهرهم الكشي يسموها الصندوق ويحطوا فيه غراض ويبرموا بهالضيع يبيعوا، كلهم بكل العالم. ممكن يوصلوا يعني على أي بلد يوصلوا فيه، مطرح اللي يوصلوا يشتغلوا هالشغل. يحطوا على ظهرهم البضاعة ويروحوا يبيعوها. تجار كانوا كلهم. والشيء الملفت كمان بيقولوا انه بحيلا بلد وصلوا فيه قدروا اندمجوا مع شعبه، ان كان بلغته تعلموا اللغة او الشعب عاداته فاتوا من خلاله. يعني اندمجوا كليا مع الشعوب يلي مشهور اللبناني بالتأقلم، يعني ما عنده صعوبة التأقلم. سيدنا قبل ما نتوقف مع البريك، هل اليوم بعد يعني الهجرة بعدها بالأعداد زيتها أو خفي الطلمة بلبنان هلأ؟ يعني نقدر نقول أنه ننعم بهيك استقرار نوعا ما، يعني ما في عنا حرب، أو أنه في يمكن الوضع الاقتصادي إذا كان متدني هو كمان حافز إلى تفعيل الهجرة أكثر؟ أكيد الشبيب اليوم بلبنان تسأليهم شو مستقبلك؟
ما في مستقبل ما عنده جواب هلا ممكن يكون عنده مستقبل ممكن لا بس ما عنده جواب ما في رؤية نعم هيدا الخطأ بخلي يسعى إلى الهجرة إيه هلا الهجرة يمكن منا عنا مثل قبل يعني بعد مش عنا بس صارت بغير بلدين كمان بنشوفها يعني اليوم بتروح على استراليا على طول في هجرة جديدة بتروح على كندا على طول في هجرة جديدة على الولايات المتحدة على طول في هجرة جديدة بالبلدين العربية على طول في هجرة اللبنانيين اليوم على العالم كله نعم هل عم بتجربوا ترجعون عم بتحاولوا ترجعوا اللبنانيين على بلدهم الام في ولا؟ كثير من اللبنانيين مش بحاجه حدا يردهم هن بيرجعوا يعني بتلاقي جسمهم هنيك وروحهم بلبنان نعم بقول لك بس اعطينا سلم بلبنان اعطونا امين نعم اعطونا نقدر نشتغل لحتى نلاقي مستقبلنا وحدنا بيرجع وحدهم بيرجع طب كيف بينظروا للبنان اليوم هلا اللبناني اللي راح من لبنان برجع بقول انه في اشخاص رايحين يأسنين من لبنان بيروحوا ولكن بيقولوا نجحنا لانه على طول بنفكر بلبنان وباهلنا يعني راحوا تيعملوا حياه اجتماعيه افضل ويبعثوا كل اللي عم يربحوا للبنان من هيك بتلاقي اقتصاد لبنان تلت ميزانيه الدوله من المغتربين بيفوت بالسبعه لتسعة مليار دولار كل سنه من الاغتراب نعم. من هيك انه بيقولوا لبنان بحاجه للمغتربين كما انه الاغتراب بحاجه للبنان يعني كمان. المغتربين بحاجه للبنان كبلد لإلهم والا بيصيروا بدون بلد انه لو انه كجزور يعني جزور وبلدهم يعني الشيء اللي بيجمعهم كل هالمغتربين اللبنانيين بالعالم كله هو هالوطن لبنان نعم على امل انه يرجع كل المغتربين على لبنان ولو انه هذا رح يعمل لنا عجقه كثير كبيره بطرقات لبنان سيدنا رح ناخذ استراحه نرجع مشاهدينا لحتى نتابع لقائنا مع سيدنا مطران إدغار مادي خليكم معنا من جديد اهلا وسهلا فيك حكينا بالقسم الاول من هاللقاء عن زياره البترك إلى البرازيل خلينا بالقسم الثاني نحكي عن زيارة البابا وخاصة أنه هالزيارة يعني هي كانت موجهة أكثر للشبيبة فشو فيك تقلنا عن زيارة البابا إلى البرازيل لقاء قديسة البابا فرانسيس بالشبيبة يوم الشبيب العالمي يلي كان بتموز آخر أسبوع من تموز كان لقاء مميز إن كان للشبيبة أو لقديسة البابا منشان هيك كان أول طلة للبابا فرانسيس للعالم ما كانوا بعده جديدة بعده طالع بأدار انتخب وبتموز طل بطلته الأولى على الشبيبة بالبرازيل كان في بحدود 3.5 مليون شاب وصبية من العالم تجمعوا لحتى يلتقوا بالبابا ولحتى يسمعوا فكر البابا بقى منشان هيك كتير مهمة كانت هالزيارة للبرازيل هو أول بلد كاثوليكي بالعالم وأول طلي لقديسة البابا خارج الفاتيكان خارج روما خارج إيطاليا كانت على البرازيل بلقاء الشبيبة راح على سيدة الزهورات سيدة شفيعة البرازيل نوسا سينيورا دا باريسيدا قدس هونيكي ويشكرها العذراء على انتخابه كبابا واللقاء الثاني صار بالريو دي جانيرو 5 أيام قعد هونيكي لحتى يلتقى بالشبيبة نعم هاللقاء كمان إذا بنحكي عن الثمار ثمار هاللقاء أعطى ثمار كثير منشان هيك تنحكي شوي عن الثمار أول شيء ثمار هاللقاء للشرق نحن منبلش نحن ببلدنا بلبنان ومننتقل على البلدين العربية وبعدين منروح على البرازيل وبلدين العالم من لبنان بحدود يعني رغم بيقولوا رغم بعد المسافة وكلفة المصاريف السفر والوضع الاقتصادي يلي هو كان في من لبنان بحدود باللبنان تراك راحوا بحدود شيء 600 شخص شاب وصبي راحوا إضافة من لبنان راح من سوريا التقينا في يونونيكي من الأردن من العراق من مصر ومن الأراضي المقدسة هو كلهم راحوا لحتى يلتقوا بقديسة البابا إن كان شبيبي أو كان كنيسي
كان في أسقفي معهم مرافقينهم، كان في كهني وكان في رهبات مرافقين لهالشبيبة. الثمار الأولى كانت هي اندماج هالمسيحيين الشبيبة المشرقيين كلهم بكنيسة واحدة يلي هي سيدة لبنان ببرية جانيرو. رعيتنا استقبلت كل هاللبنانية وكل المتحدرين العرب يلي بيحكوا اجوا من هون راحوا لهونيك التقوا هونيك، بيعملوا لهم 4 أيام 3 أيام كاتيشيز يتعلموا شوي ويتعمقوا أكثر بالدين، وبعدين بيصير في يومين لقاء مباشر مع قديسة البابا. الثمار الأولى هي هالمعرفة ببعضهم البعض، التقوا إنه هالمسيحيين مني أنا وحدي، صاروا كل واحد أنت من هالبلد أنت من هالبلد، إنه صاروا يتقووا ببعضهم وصاروا سند لبعضهم البعض. حلو. وصار في لقاء مع بعضهم البعض بعده عم يتواصل لليوم. نعم. فهيدي أول ثمار للمجتمع العربي بهاللقاء اللي كان كمان حاضر بقوة. يعني هيك المسيحية العربية أنا شايفة أنه منهم وحدهم مسيحية عربية، لكن في كثير أنه بكل بلد مني وحدة، كل في مسيحية بكل بلدين العربية موجودين، وهني أهل هالبلد وهني مواطنين من هالبلد وهني مؤسسين بهالبلد، مش أنه منهم لا أقليات لأنه هن مواطنين ولا هني جايين إضافي للشعب الموجود هناك، لا بالعكس اني هني المواطنين. نعم. ثمرتين الثمار الثانيه اللي صارت لقاء قديسة البابا يلي صار بيلتقى ب3.5 مليون شاب وصبيه. هاللقاء الاول لإله بهالحضور الكبير من اشبيبه العالم تتبين اليوم الشبيبه انه هي بحاجه انه تسمع من قديسة البابا أول شيء كلمة الكنيسة، بعد كلمة الكنيسة مسموعة رغم الاضطهادات ورغم كل الأمور السلبية يلي الصحافة بتجرب أنه تظهرها عن الكنيسة. لقاء هالشبيبة وحضورهم تيثبتوا للعالم أنه الكنيسة هي مرجعية، وكلمة الكنيسة تعليم الكنيسة هي ضرورية اليوم لشبيبة اليوم، يعني حضور تيقولوا للعالم ولقديسة البابا إنه الكنيسة بالنسبة لهم مهمة. نعم. يعني هي أم ومعلمة. أم ومعلمة. منشان هيك إنه هالتعليم يلي جايين يسمعوه من قديسة البابا بحضور أكدوا للعالم كله ما عندهم غنى على الكنيسة، قد ما نحكي ونجرب إنه نضطهد الكنيسة أبواب الجحيم لن تقوى عليها. طيب سيدنا لما الشباب بيلتفوا هيك حول الكنيسة شو بيطلبوا منها؟ شو طالبين الشباب من الكنيسة اليوم؟ اللي طالبين هالمجموعة اللي كانت هونيك كانوا طالبين يسمعوا تعاليم الكنيسة وتوجهات الكنيسة لإلهم، إنه شو بدأ الكنيسة اليوم منا، مستعدين كليا لا القبول العمل بوصاياها، القبول والعمل إنه شو بدهن. من هيك كان التام هو اذهبوا وتلمزوا كل الأمم، إنه أنتوا رسل وأنتوا مرسلين. نعم. هيدا اللي قديسة البابا جرب إنه يوصلوا للشبيبة. نعم. إنه عم تاخدوا كلمة الله تطعتوها للآخرين. بقى من هيك بقول اليوم كان كتير مهم دور الكنيسة بالعالم إنه هي أم ومعلمة. نعم. وحضور الشبيبة كلها تيأكدوا ما عندهم غنى عن الكنيسة. نعم. سيدنا رغم حضور الكبير كان من الشباب حول قديسة البابا فرانسيس إلا أنه فيها المقولة دايما منقولة أنه الإيمان للعمر الثالث، يعني الشباب ما بنقدر نتكل على الشباب بناحية الإيمان وممارسة العقائد الدينية وهالأمور، فكيف تعليقك على هيدا الفكرة؟ أنا بقول العدد وحده انه اليوم بتلاقي 3.5 مليون شاب وصبيه موجودين من هذا ينقض هذه المقابل. اكيد نعم. انه واحد غير يلي كلهم تابعوه ان كان من خلال وسائل الاعلام. نعم. ما كلهم قادرين يجوا، كانوا انه العالم كله ما راح يساعهم عشان كوبا كابانا بريو. نعم. دي جانيرو. منشان هيك انه هالمقوله للعالم الثالث ما انها صحيحه. يعني اليوم الشبيبي العالمي اللي ما عنده يسوع المسيح عايش بفراغ، من هيك بيجوا بينقوا
بين الفراغ أو يسوع المسيح. إنه شبيبي منلاقي هاللي كانوا حاضرين نقوا يسوع المسيح. نعم، لأنه وحده ما لهم هالفراغ. وإلا بدو يرجعوا يفوتوا بالفراغ وبشو بيعبوه هالفراغ بيرجعوا؟ بالمخدرات، بالعنف، بالجنس، بكل هالأمور الشاذة والغلط. بقى منشان هيك إنه بتلاقي في كتير من بهالوقت انعطى شهادات حياة من الشبيبي إنه كيف يسوع المسيح طلعهم من هالفراغ يلي الشيطان بيوهمنا إنه إذا منلحقه بيعطينا ممالك الأرض كلها، بس تلحقي بيتركيك وبيعيشك بالفراغ. نعم. إن هيك الكنيسة اليوم بحضور قديسة البابا أعطى للعالم ضرورية وجود الكنيسة بالعالم، تعليم الكنيسة بالعالم والقيم. هيدي الأهم كمان اليوم، إنه القيم اللي عم تعطيه الكنيسة بتلاقيه في أرض خصبة من كم كبير من الشبيبي عم يقبلوا، لحتى هالكلمة اللي عم تنزرع فيهم ترجع تعطي ثمار 30 و60 و90 و100. إن شاء الله. الشباب سيدنا بيرغب دايما هيك بالتجديد والتطور، كيف الكنيسة عم بتواكب التطور لحتى تكون قريبة من الشباب وتجذبهم إلها؟ اليوم شخص قديسة البابا فرانسيس هو عم بيجرب يغير وجه الكنيسة، التطور اللي عم نحكي عنه. منشان هيك كتير حلو البابا السابق بنديكتو السادس عشر مؤخرا بيقول انه بقدر ما عم طلع على رسالة البابا فرانسيس بقدر ما عم بقتنع اكتر انه الله ألهمني انه استقيل. نعم، يعني عم بيشوف قديش اليوم عالم اليوم عم يلتف حول البابا فرانسيس وعم بيكون هالبابا موجود وحاضر بقوة بقلوب العالم كله. يعني دخل على حياة العالم كله بسرعة بنهار اللي وصل وقبل انه يكون بابا للكنيسة الكاثوليكية بالعالم، وطلته للناس وطلبوا من الناس انه يصلوا له ملك التواضع دغري. يعني بتلاقي الروح القدس دخل عنصرة جديدة حلت على كل الناس. نعم. بالعالم كله، مش بس مسيحيين عم بحكي، مش بس كاثوليك اللي تبعين البابا. نعم. العالم كله. سيدنا، إذا ما نحكي بعد عن ثمار زيارة قداسة البابا أو يعني للبرازيل ومناسبة اليوم الشبيبي، في بعد أكيد إضافي إنه اللي عم نحكي إنه البابا اليوم بلقائه بالشبيبي وكان لقاؤه مع الكنيسة مع الأسقف بالبرازيليين، كنت حاضر معهم، كان في لقاء مميز لإلنا كمينة يعطي فكره. يعني اليوم لقاء البابا وطلت البابا كان بالبرازيل عطيتنا الفكر، فكر البابا يلي هو بيقول إنه الكنيسة أم، وحب إنه يعطي وجه الأمومة الكنيسة كان قريب من الناس. منشان هيك كان يكسر البروتوكول وما عاد يقدروا يعرفوا هاللي كانوا حدوا كيف بدوا يتوجهوا لحتى يقدروا يحموه للبابا. قال له ما بدي موت بساعتي، وإذا بدو ربنا ييني أنا حاضر إنه روح لعنده. من هيك هالتجديد يلي أعطيه قديسة البابا بلش بشخص البابا، إنه البابا بعيشه الفقر، البابا بحياته العادية اليومية اللي أظهر لنا البساطة، والبابا يلي هو عم يظهر وجه الكنيسة الأم، يروح لعند هالناس يسلم على الناس. ناس عم إنه هالثمار إنه ببساطة حياة البابا خلوا الناس كلها يرجعوا يلتفوا إلى الكنيسة الكاثوليكية. اليوم بالبرازيل في هجمة كبيرة من الكنيس الإنجيلية بسموهن هنيك. نعم. كنيس جديد، يعني كل واحد بجمع 10 أشخاص وبيقول أنا فتحت كنيسة، والدولة هنيك دولة علمانية بتعترف له. وكتار من هالبرازيلية تركوا الكنيسة الكاثوليكية وراحوا على الكنيسة الإنجيلية. بوجود قديسة البابا اليوم. نعم. بهاليوم العالمي للشبيب رد كل اللي كانوا برات الكنيسة إلى الكنيسة. نعم. هيدا السبب. هل تعتبر سيدنا أنه الكنيسة بهديك الأثناء كنت مقصرة تجاه الرعية لحتى صار فيها البعد عنها
وهلأ مع عدسة البابا رجع يصحح الخطأ لكن موجود لحتى عم برجع يلتفوا حول الكنيسة. هلأ خطأ ما بعرف إذا فينا نوصف لها أنه خطأ أكثر ما هو مرحلة. كان في مرحلة بالكنيسة بالبرازيل بأمريكا اللاتينية بالعالم أنه بتلاقي الشيطان بيشتغل بقوة تيبعد الناس عن كنيستهم. أنه كان في فراغ مزبوط وكان في نقص مزبوط. منشان هيك بقول أنا يلي قلته أنه البابا بنديكتو السادس عشر بيقول أنه بقدر ما عم شوف رسالة بابا فرانسيس بقدر ما عم بيقتنع أنه اتنحى أنه من تيعطيه مجيل لهالناس كلها عم ترجع الكنيسة الكاثوليكية. سيدنا ما بتعتقد أنه أحيانا نحن لحتى نبرر ضعفنا أو عدم مسؤوليتنا أو عدم تصرفاتنا الصحيحة منقول أنه هيدا الشيطان، يعني نتلطى وراء الشيطان؟ لا، أنه هو يلي عم بيشتغل وعم بيبعد، ولكن لو نحن بدنا نشتغله بدنا نكون فعالين أكثر على الأرض. ما بعتقد أنه كان في حدا بيقدر يقف بوجهنا، لأن المسيح قال أنه أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لما بيحكي عن الكنيسة يعني الكنيسة هاجمة وعم تشتغل وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فيمكن أوقات نحن منحب هيك نتخبى وراء الشيطان وراء هالأمور لحتى نبرر تصرفاتنا أو سوء يعني تصرفنا. لا شك بوجود الشيطان، أكيد موجود وعم يشتغل، لا ينعس لا ينام، بيضل يشتغل وبيشتغل من خلالنا، من خلال هالأشخاص يلي طيعين يسمعوا له ويعملوا بوعوده إنه بيحكي منطق شيطان وبيخلينا نوقع بالمنطق تبعه. منقول إنه أبواب الجحيم لم تقوى عليها لأنه في جحيم وفي أبواب عم تطلع كلها الشياطين لحتى تخلي هالكنيسة تضعف أكتر وأكتر. يعني بقول اليوم على أيام بنواه بنديكتو السادس عشر بتلاقي الصحافة بالعالم كلها ما كانوا عم يتوجهوا إلا لنقائص الكنيسة وضعف الكنيسة والمشاكل اللي واجهتها الكنيسة. من بلشوا يشيلوها من 80 سنة لورا، مش اليوم المشاكل. نفتكر نحن أنه اليوم عم بتصير مشاكل صايرة من 80 سنة لورا، اليوم رجعوا عم بيضوع عليها. مع البابا الحيلي فرانسيس ما بنسمع اليوم بقى عن مشاكل الكنيسة، الصحافة ما عم تحكي إلا عن شخصه الإيجابي. من شان هيك بتلاقي اليوم أنه ربنا وضع الرجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. مصبوط. نعم. بقى من هيك التجديد اللي عم نحكي عنه عم بيصير من خلال شخص قديسة البابا بشخصه. وهلأ كمان بواحد واثنين وثلاثة تشرين انه اجتمع قديسة البابا مع ثمان كرادلي هودي المفكرين معه. لحتى يعملوا كمان تجديد بالكوريا بروما، عم بيجدد كمان الكنيسة. ورح يعطي صورة، هو بيقول انه اليوم الكنيسة بدها تعطي امل لهالعالم كله وصورة حلوة وتعطي فرح ورجاء للعالم كله. نعم. قديسة البابا فرانسيس كمان انتقد الغنى الموجود بالكنيسة ودعا كل الأساقفة والكهنة والجميع الكليروس عامة إلى عيش الفقر والتجرد. ف يعني كيف تعاملتوا هيك مع هالموضوع وشو كان وقعه على الشعب عامة؟ يمكن هيدي الدعوة خلت الشعب يرجع يقبل بالعودة إلى الكنيسة والالتفاف حولها، لأنه كان شايف هالشعب هالتفاوت الكبير بين الكنيسة والشعب اللي عم بيعاني ورزح تحت الفقر يعني ونير الفقر. مظبوط. يعني هل من هيك منقول إنه ربنا هو عم بيقود كنيسته وهيدي كنيسته، كنيسة المسيح. وبس اختير البابا فرانسيس اختير بإرادة وعلم السيد المسيح، هو اللي جابه تيقعد مطرحه. منشان هيك انه اختياره بهالوقت البابا تيعطي صورة الفقر للكنيسة، مثل ما قلتي مزبوط انه العالم كله ان كان غني او فقير حب البابا لانه بده يرى بوجه الكنيسة الكنيسة الفقيرة مثل يسوع المسيح. منشان هيك هالدعوة اللي عطيها البابا بالنسبة لإلي أنا بقول كل ما بده يطلع الإنسان بشخص البابا بده يصير في عنده توبة داخلية
إنه ولا ممكن أنا مري كلام البابا وقول ما بيعنيني، ولا ممكن اطلع بصورة البابا ووجه البابا بفكر البابا بأقوال قديسة البابا وقول هالشي ما بيعنيني. منشان هيك بقول بده أكيد صار ضمن الكنيسة من الكراد للأسياف للكامي لكل الرهبين كلهم، بتلاقي اليوم شوي شوي عم بيصير في نوع من توبة داخلية، ويرجعوا هالأشخاص يعملوا بحسب توجيهات الكنيسة يلي على رأس قديسة البابا. نعم. والتعاليم السيد المسيح. نعم. حتى سيدنا نحن يعني كعامة الشعب منلاقي أنه اختياره لاسم فرانسيس منا صدفة ولكن وحي إلهي، لأنه مثل ما القديس فرانسيس يعني التزم هيك بالفقر إلى أقصى الدرجات وأعاد بناء الكنيسة، الكنيسة البشرية، مش عم نحكي عن كنيسة الحجر مثل ما هو فهمها بالأساس، فمنشوف أنه كمان البابا فرانسيس يمكن ماشي على نفس الخطة. فينا نقول باللقاء تبع الشبيبي بآخر اللقاء كان في وقت الشبيبي عم بيقدموا مسرحية. نعم. هالمسرحية كانت حياة مار فرانسيس ابني كنيستي، وهيدي هالرسالة يلي أعطيها قديسة البابا إلى العالم، ابني كنيستي. نعم. إنه هالكنيسة كل واحد كل مطران اللي كان مشيرك روح ابني كنيستي، وكنيسته هي أبرشيته رعيته مطرح اللي هو مسؤول عنها. هالرعاية الكهني الأبرشيات للأسقف إنه ابني كنيستي. نعم. من هيك منلاقي اليوم قديسة البابا بحياته، بس إنه ما عم يختار الفقر، واللي أعطيها هالإلهام لقديسة البابا إنه يختار الفقر هو كاردينال برازيلي، كان قاعد حد منه صديق لإله. بقى بس شيف هو عم بيخبر الكاردينال، كنت عم بحكي معه. نعم. قال لي وقت اللي شفت إنه العدد فيق، العدد المطلوب ينتخب البابا، كان قاعد حده دغري طلع فيه قال له ما تنسى الفقراء، ومن خلاله اجي الإلهام إنه يختار اسم فرانسيس. لحوي هلأ بعيد مار فرانسيس، كان البابا حاضر عم بيقدس بمار فرانسيس وعم يحتفل مع الناس كلها كمان برسالة مار فرانسيس يلي بيعطي العالم تجديد الكنيسة. أهم مش قصة العيش الفقر إنه فقط، ولكن هو تجديد، تتجدد الكنيسة وعيش حياة يسوع المسيح وإعطاء إلى العالم صورة عن يسوع المسيح اللي ترك كل شيء إجا على الأرض عيش الفقر، إنه واغتنى بيقولوا من ضعفنا، واغتنى من 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 التواضع اللي عيشه. اكنز لكم كنوز بالسماء، بيضل لنا سيد المسيح. من شين هيك إنه اليوم بقول حضور قديسة البابا بهالعالم بيعطي أول أنا بس طلع فيه، بيعطيني توبة داخلية لحتى اتمثل بالسيد المسيح، ويضل هو هالضمير العالم للكنيسة وللعالم ككل، إنه كيف الإنسان بده يتقدس ضمن هالعالم. يعني كمان إذا بدنا نحكي عن ثمار قديسة البابا، زيارة قديسة البابا للبرازيل بلقاء الشبيبة كمان يمكن بدنا ساعات وساعات، ولكن وقتنا للأسف انتهى سيدنا. بختام هاللقاء شو بتحب توجه كلمة أخيرة للمشاهدين؟ هين الإنسان ينتقد. كتير هين، يعني الإنسان مثل ما بيقول السيد المسيح إنه الإنسان هين يشوف الأشي بعين غيره. نعم. ما بيشوف الخشب اللي بعينه. إنه ما بيشوف هين الإنسان إنه يدين غيره. صحيح. وينسى حيله. من شين هيك بيجي غبطة البطريارك بلقائته يلي عملها بكل زياراته لبرا، قديسة البابا كمان اليوم بكل زياراته يلي عم يعملها، تيعطينا إنه نقدر كل واحد منا يعمل فحص ضمير، كل واحد منا يجرب قد ما فيه يتقرب من حياة يسوع المسيح، ونقدر كلنا نمشي على درب القديسة يلي مطلوبة من كل معمد بهالدنيا. منشان هيك بقول أنا الكنيسة هي كنيسة المسيح. نعم. ومنشكر ربنا على حضور اليوم
إن كان غبطة البطريارك على رأس كنيستنا المارونية أو قديسة البابا فرانسيس على رأس الكنيسة الكاثوليكية بالعالم، لحتى يقدروا كمان من خلال إلهامات الروح القدس يوجهونا كلنا سوا إلى طريق السوا. على طريق الصحيح. أمين. شكرا سيدنا. فإذا مشاهدينا كنا مع سيدة المطران إدغار ماضي راعي أبرشية البرازيل للموارنة. هيك نوصل لختام حلقتنا لليوم. قديسة البابا فرانسيس برسالته إلى الأساقفة قال: أن نرعى يعني أن نستقبل الخراف ونسير معها ونبقى معها، على أمل أنه كل المسؤولين الروحيين يكونوا عم يرعوا الخراف بهذه الطريقة. وبدعكم وكلنا أمل أنه ألتقي فيكم بحلقة جديدة من الراعي والرعية. الله معكم.